السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير، يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير. معنا استخارة من القرآن الكريم لمواليد برد السرطان. صلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. اتمنى من احبابنا في الله فضلا وليس امرا ان ندعموا الفيديو باللايك. اخواتنا في الله، المشاهدات بتكون عندنا على الفيديو بتكون بتعدي الالف، لكن نلاقي يعني على الفيديو 20 لايك 30 لايك 50 لايك، ففضلا وليس امرا احبابنا في الله ادعم الفيديو باللايك وانزل في التعليقات صلي على الحبيب المصطفى، ان شاء الله تكون بشرة خير ليك وتكون الفرحه ديالك باذن الله تعالى. سورة آل عمران، اللهم صل على سيدنا محمد وآل بيته الطيبون الطاهرون. بسم الله الرحمن الرحيم الكاشف. لا اله الا الله، بسم الله بسم الله. اللهم صل على سيدنا محمد. عندك تغيرات كثيرة، عندك تغيرات، عندك تغير وفي قرار، يعني في قرار عندك مهم انت مستنيه، مستني مكالمة دايلك من وراها مال، او دايلك من وراها بيع، او دايلك من وراها شراء. انت منتظر مكالمة من حد هيكلمك. في عندك بيع او شراء، لا راح تبيع محل او راح تبيع شقة او راح تبيع منزل او راح تبيع سيارة او راح تشتري حاجة. عندك لقاء بشريك، عندك لقاء يعني ارى في بداية حب او منصب او سفر، او في حد بيدعمك من الخارج، في حد عندك بيدعمك من الخارج وعندك ديالك بشر السفر. ابشر ابشر ابشر. عندك راح تمتلك شيء جديد، عندك شيء راح تمتلكه، وفي توثيق عقود، يعني عندك شيء راح تمتلكه شراء او هتوثق عقود باذن الله تعالى. صلى على الحبيب المصطفى. بس هنا خلي بالك، ابشر ابشر ابشر، جاي لك حد، يعني الحد ده هيساعدك، هيدعمك، هيكون معاك، هيقف معاك بعد التعب كل اللي حصل في حياتك. عندك نجاح مهني واموال، راح تنسيك شريك نرجسي وخروج من علاقه سامه، هتخرج من هاي العلاقه السامه باذن الله تعالى. بس انا ارى للبعض هنا يعني في عرض ارتباط جديد، عندك عرض ارتباط او زواج يعني من شخص يعني بيحبك او كويس هاي الشخص ده زي ما بيقولوا. بس ترى هنا في ناس داخل حياتك تعباك، خنقاك، كسرت قلبك، جرحتك، قلق، يعني اذتك كتير. الناس دي اذتك، تعبتك، لان راك يعني قلقان ومحتار وعندك تفكير كتير، بتفكر كتير، بالك مشغول، يعني مش عارف تاخذ قرار، محتار. اكتر حد عندك الحيرة، اكتر حد عندك الخنقة، اكتر حد عندك الضيق. بس الحظ معاك، دايلك الحظ معاك والرزق معاك، باب الرزق مفتوح لك، باب الرزق والحظ مفتوح لك. بس انت تعبان، عندك طاقة سحر وطاقة مس كمان، عندك مس وسحر. بس روحانيتك عالية، عندك روحانيات بالصلاة على النبي، روحانياتك عالية جدا، بتديك الإحساس قبل الشيء قبل حدوثه، بتديك إحساس وإحساسك بيكون صادق. رؤيات المنامية ساعات بتكون معاك صادقة بس معاك بتكون نسيئة، لأن رؤياتك المنامية فيها أدلات أو حدات صحيحة أو حدات صادقة كثيرة، لكن بتنساها. زيد أكثر في صلاتك، صلاتك في أوقاتها، صلي عليك أذكار الصباح أذكار المساء، والتخلص من السحر والمس الشيطاني، لأن روحانياتك بالصلاة على النبي كويسة جدا. وشاف الحظ معاك، يعني أنت مش تعبان جسديا، لكن يعني ماديا كويس معاك، لكن تعبان جسديا، تعبان نفسيا، مخنوق، متضايق، حابس، قفل على روحك، يعني قاعد 24 ساعة بتفكر، محتار، مش عارف تاخذ قرار، يعني مش طايق روحك، مش حابب تتكلم مع ناس، مش حابب تخرج. مع انك لما بتخرج بتحس بالراحة، لما بتخرج بتحس بالسعادة، او بتخرج بترتاح نفسيا، بس انت مش حابب كده. مخنوق دايما، متضايق دايما من هذا منطقة السحر. بس عندك شيء جميل قادم ليك، وتعويضات الهية قادمة، عندك خبر واسع، يعني خبر مفرح، خبر ليك، يعني عندك بركة في الرزق. في حدا تخص العمل هتخلص، او عندك ترقية في العمل، رح نجمك يلمع في مجال عملك، لان عملك رح تندح منه. العمل دايلك شهرة او ترقية او مبلغ مالي، لان انا رح ديلك فرحة من نسبة العمل. في حدا مفقودة منكم، حدا مفقودة او حدا رايحة منكم، أو لأن الرق يعني بتحصل على شيء مفقود منك أو رايح منك. هذا الحدا اللي رايحة منك مفقودة، راح تحصل عليه وراح تلاقيه. عندك قرار، عندك قرار صح، القرار ده هتاخده صح،
وبعد ما تاخذه يعني القرار ده يخص عملك، وهتلاقي دليل يؤكد ان انت القرار اللي خدته صح، مع انه انت يعني خايف او قلقان او محتار، لكن قرارك اللي خدته هو الصح وهو المنطق، هو الصح القرار اللي خدته. في شخص انت هنا يا راكب بتحبه قوي، بس يعني مش عارف توصل له، او مش عارف ازاي يقرب منك، او يكون ما بينك وما بينه تواصل، بس هنا في مواجهة مع حد. هتواجهه شخص، هتواجهه هيحصل كلام ما بينك وما بينه، هو يريد لك أذى، الشخص ده يريد لك أذى، يريد يؤذيك، يريد يدمرك، يريد يكسر قلبك، يريد يجرحك، أو عايز يكسرك، لكن هتواجهه. عندك مواجهة ما بينك وما بينه، ربنا معك وهينصرك عليها بأمر الله. بس انت هنا راك عندك كمية ندم، ندمان ليه؟ عندك كمية ندم، يعني راك هنا ندمان، ممكن ندمان على فضفضة من لسانك، من كلامك، ندمان على الفضفضة، ندمان على طيبة قلبك، لأن انت قلبك طيب، بتتكلم مع الناس بحسن نية، بتتكلم مع الناس بطيبة القلب، لكن الناس بتاخذ الكلام وبتوصله لناس ثانيه، لان راكن ندمان على فضفضه قلتي، يعني مع انك انت معك حق، الكلام اللي قلته صادق، بس الناس زودت عليه كلام ووصلته لناس ثانيه، فحصل كلام او مشاكل. بلاش يعني كل اللي في قلبك يكون على لسانك. عندك مفاجاه حلوه، مفاجاه حلوه يعني غير قدمت، غير متوقع ليك، قدامك 3 نقط، ممكن تكون هديه، هديه قيمه، يعني هديه كويسه ديالك. وفي منكم دات له هدية، دات له هدية من الخارج كمان، يعني دات له هدية كويسة في حد منكم، وكمان دياله هدية غالية. عندك برضو هنا استلام أوراق أو سيكة، ممكن تقول حكومية أو بتخلصها، مهمة يعني تخص أنت منتظرها، هتستلمها تخص عملك. الوثيقة دي أو أوراق أو حد هتستلمها هتخص عملك، تخص العمل أو شغلك، أو هتعلي من شغلك يعني هنا. وعندك برضو هنا أمور خير فيها ليك بإذن الله تعالى، يعني في خبر مفرح، أنت منتظر مكالمة، أنت منتظر مكالمة، أو بترد على حد مردي، أو بترن على حد مردتش، أو منتظر مكالمة، في مكالمة تدي لك، يعني قدامك خلاص، قدامك خطوتين وإن شاء الله المكالمة دي ديالك، المكالمة دي ديالك. عندك هنا يعني ستفادأ بأفراح قادمة ليك، انفراجات طال انتظارها، وستبدل احوالك باذن الله تعالى للاحسن باذن الله تعالى، ان ربك اذا اعطى باب الحظ، باب السعاده يتفتح قدامك، انت كنت بتحاول تفتحه وتفتح معك وتفتح، بس هو يعني اتفتح في الاول كان معك باب السعاده واتقفل، اتقفل من السحر. باب الرزق وباب الراحه كان مفتوح معك، كل حاجه كانت ماشيه معك، لكن انقفل من السحر والبس، فراح يفتح معاه، ومنكم فتح معاه الباب، باب الحظ وباب السعادة فتح معاه، وراح يكتمل الباب فيه الخير، فيه السعادة ليك. بس انت هنا يعني حاول تخلص من الطاقة دي اللي عندك، الطاقة دي برضو عندك تعبانك، تعباك، لأن أشوفك قلقان، قلقان ومخنوق. بس في مكالمة أو رسالة هتدي لك، يعني المكالمة دي أو الرسالة هتدي لك من شخص ده غايب عنك، يعني غايب عنك بقاله فترة، الشخص غايب عنك بقاله فترة، هتدي لك المكالمة. ورا هنا أمور هتكون مثيرة ليك، هتندح وهتعلي، وشأنك هيكون أعلى، وهتندح وهتثبت للآخرين إن أنت الصح، وأنت وصلت لهدفك بدون مساعدة حد، بدون مساعدة حد، محدش ساعدك، محدش وقف معاك، محدش دعمك، مع إنك بتدعم الناس كلها، الناس كلها بتساعدها، بتدعمها. اللي بيطلب منك حاجة بتديها له، مش عايش حد عن حد، وبتحب الناس، بتحب الخير للناس كتير، لكن الناس بتحب لك الشر. راك هنا راح تنهي انهاء شر واعلان نصر على الحزن، على الحزن. في منكم المبتعدين منتظر عودة حبيب، منتظر عودة حبيب، وللبعض خلي بالك حبيب في علاقة سرية في طرف ثالث، في طرف ثالث. في منكم هنا يعني الدخول او دخلتوا يعني البعض منكم مع شخص حبته واعطته له كل الثقة، لكن طلع خاين او مش كويس، او هو متعدد العلاقات في علاقة سرية،
والتعب اللي عندك اللي في جسدك. البعض يعني منكم هنا أرى ظهور أشياء غريبة في جسده مثل حروف أو خدوش أو تعب عمود فقري أو أحلام مزعجة مثل كلاب، قطط، حيوانات، أسود، نمور، أفاعي. هي من السحر أحبابي في الله. منكم برضو حاسس وعارف إن السحر وحاول يفكه بس مش عارف يفكه إزاي، طبق كذا طريقة أو ماشي في طريق العلاج بس مش عارف، محتار، متردد، مش عارف تفك ولا لا، مش عارف توصل للهدف الصح. كل ده من السحر. السحر وست، يعني ست اللي عاملة لك السحر ده، ست دي قريبة منك، يعني قريبة منك جدا، مش غريبة عليك، هي قريبة. الست دي مش غريبة عنك، يعني قريبة منك قوي. بس هنا انت يعني في اشخاص هنا اراها ان الاشخاص دي نسيت نفسها، الاشخاص دي نسيت نفسها، نسيت يعني اصلها، يعني اراهم وبيتعالوا عليك، لكن اراك في مواجهة حادة وهتوريهم مقامهم وهتوريهم نفسهم وهتوريهم ان هم اصلهم ايه او الناس دي ايه وبتتعالى ليه او شايفه نفسها ليه. هتوريهم مقامهم وتوقفهم عند حدهم، لان راك هنا في مواجهه حاده ونصر ليك انت، ونصر راح تنتصر. بس هنا في اشخاص حواليك يعني بيحاولوا يمسكوا عليك غلطه، الاشخاص دي بيحاولوا يمسكوا عليك غلطه واقفين لك على الوحده، دول واقفين لك على الوحده، يعني الناس دي واقفه لك على الوحده، ولكن انت كيدهم لانك انت ماشي في مشوار عملك او رزقك، ماشي في هدفك وبتحب هدفك وحابب توصل وحابب تكون ناجح واسمك يكون عالي، يكون لك شأن عالي. هتوصل للي انت عايزه، هتوصل للي انت عايزه. برا منكم هنا برضو البعض اكتشف اسرار، يعني كشفت انت او انت اسرار، يعني وعرفت ان في شخص بيخونكم او مش كويس. انتوا تحررتوا من قيود، تحررتوا من علاقه، تحررتوا منها، ما تزعلوش ان انتوا يعني سبتوا العلاقه دي. ربنا كشف لك عشان خاطر تبعد عن العلاقه دي، لان العلاقه دي سامه او هتاذيك. عندك برضو القراءه دي احبابي في الله، خذ اللي طابق عليك، اخواتنا نساء او بنات او رجال او شباب، خذ القراءه احبابي في الله اللي طابق عليك. مش كل القراءة دي ليك، القراءة دي عامة وليست خاصة أحبابي في الله. فضلا وليس أمر يدعم الفيديو باللايك أخواتنا في الله. عندك بشرة يعني وفرحة كبيرة، استقرار، عندك كمية استقرار في منزل جديد، فرحان مبسوط، وراح تفك الكرب اللي انت فيه، المشكلة اللي انت فيه، الحكم أو السجن. أو سجن، عندك حد عزيز على قلبك مسدود، عندك عليك حكم أو أوراق بتخلصها في المحاكم، حد بيخلص لك في الأوراق أو بيخلص لك في شغل المحاكم، لأن فيها خير ليك، فيها خلاص يعني هتاخذ البراءة أو هتخلص ورقك بخير، راح يخلص الورق هاي الأيام بإذن الله تعالى. في حدا غالي على قلبك راح تحققها، عندك تحقق أمنية غالية على قلبك، عندك تغير عتبة كما قلنا، هتغير العتبة والأوراق الحكومية هتخلصها، العتبة إن شاء الله يكون فيها السعادة ليك، فيها الراحة ليك، فيها بعيد عن المشاكل. هتكتشف برضو يعني أنت قلقان، عايز تكتشف السحر، عايز تكتشف مين اللي عمل لك، عايز تكتشف حاجات كثيرة، عايز تكتشف، عايز تعرف أسرار، عايز تعرف أخبار، لأن راك برضو هتكتشف أمور حقائق حواليك. راح تكتشف الأمور اللي حواليك والحقائق اللي حواليك، كل حاجة راح تكتشفها بإذن الله تعالى، وهتعرف مين معاك ومين عليك. هتعرف كل حاجة. بس انا راقة في ناس خايفة من بكرة، خايف ليه؟ رب منكم خايف من بكرة وقاعد بتفكر في اللي داي، سيبها على الله، بلاش تفكير، بلاش حسبانية، احسب شغلك، بص لمستقبلك، بص بلاش التفكير الكثير وسيبها على الله، بص لهدفك اللي انت ماشي ليه، بص لمستقبلك، بص للهدف اللي عايز توصل له، وبلاش كثرة الكلام، بلاش كثرة التفكير والكثرة الكلام، الكلام بيعطل اللي داي، بيعطل المشاريع، بيعطل مستقبلك، بلاش كثرة الكلام، خليك في مستقبلك، لأن أرى نجمك بيلمع، وأكثر حاجة في مجال عملك، أكثر حاجة في مجال عملك، نجمك بيلمع، مع إنك يعني تعبان، مخنوق، متضايق، همدان، مش بتاكل، صحتك تعبانة، كل ده هيستعي الضبط معك بالتدريب بإذن الله تعالى. كل شيء لأنك راح تعلى، شأنك هيعلى.
بس انه يعني عندك الفرحه، بس الضيقه يعني انا برضو يعني الضيقه والخنقه مزعلاك قوي. انا الضيقه والخنقه مزعلاك، مش عارف يعني ممكن تقول مش عارف تفضفض، مش عارف تتكلم، مش عارف تاخد راحتك، قلبك هيطمئن، هيطمئن باذن الله تعالى. بس الكلام اللي بيضايقك انت يعني سمعته، الكلام دي بتسمعته او بتسمعه، الكلام ده كم هو مضايقك، تعبك، عندك يعني طاقه تعب او طاقه خنقه او طاقه ضيق. بس عندك هنا التغيرات قادمه، قادمه باذن الله تعالى تدق بابك. عندك طريق سفر، حد بيدعمك او حد عايزك تسافر له، او حد بيدعمك طريق السفر، بس انت مقدم السفر او الطريق دايلك لسه قدامك السفر، ديالك طريق السفر باذن الله تعالى، قادم ليك طريق السفر، في خير ليك، في فرحه، في سعاده، في خير باذن الله تعالى. وانت راك انك خرجت ناس كتير من حياتك، خرجت ناس كتير من حياتك مش كويس، الناس دي انت خرجت من حياتك وارتحت او كبرت دماغك او بعدت عن الناس دي، بعدت عنها وارتحت خالص. ان شاء الله ديالك الفرحه باذن الله تعالى والسعاده، لان قلبك طيب. اتمنى من احبابي في الله كل من يشاهد الفيديو فضلا وليس امرا اخواتي في الله، ادعموا الفيديو باللايك، وان كنتم لم تشتركوا في القناه فليشرفني اشتراككم في القناه وفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. وان كنت بتعاني من السحر او من مس او من تعطيل او من تابعه، الرقم امامكم، تواصلوا معنا، ترد عليكم المديره وان شاء الله تواصلوا معايا، وان شاء الله نكون في حسن ظنكم، واي مشكله او اي حاجه ان شاء الله نخلصها لكم باذن الله تعالى.